أما هلأ رشا لمحطتنا الثانية رح نحكي عن اتخاذ القرار من المهارات اللي صارت مهمة بوقتنا الحالي لتصوير ودفع المجتمع للأمام وللأفضل، ما بتقتصر على عمل معين أو جانب اجتماعي مخصص، لكن رشا كل ما تقدم الطفل بالعمر بتزداد المسؤولية تجاهه، لازم ياخذ قراره بلبسه بأكله بتفكيره باختيار الأشخاص اللي حواليه، ويمكن رشا مثل ما حكينا بأولى فقراتنا عن مهارة التواصل، كمان مهارة اتخاذ القرار هي ممكن تكون فطرية أو مكتسبة عند الأشخاص. وأكيد بدها تدريب. اليوم الأهل لهم دور كتير مهم ومفروض يكون إيجابي. اليوم لأنا أقدر اسمح لطفلي أنه يأخذ القرار الصح، مفروض اليوم أنا أعطيه خيارات، ما أترك له حرية القرار بهذا العمر. أكيد هو غير مسؤول عن القرارات الصح. نحن اليوم بهاي الأعمار أحيانا بتكون قراراتنا خاطئة، خصوصا إذا كانت مبنية عن العاطفة. أكيد يا رشا، هيك نحن نتعرف اليوم أكثر عن دور الأهل بتربية وتوجيه أطفالهم بهذا الموضوع حتى يهددوا الأهداف بشكل صحيح، مع الأخصائية التربوية راما حمود. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. يسعد صباحكم ويعطيكم العافية، وإن شاء الله هيك بداية يوم عن جد تكون فيه الأهداف محققة وابتسامة دائمة على القلب إن شاء حلوة الله. حلوة الطاقة الإيجابية اليوم راما، هيك بتمشي معنا بطاقة إيجابية حلوة، إن شاء الله دوم هي الابتسامة بنشوفها على وجهك وترافقك بحياتك. راما عم نحكي اليوم عن قصة القرارات، ونحن بهذا العمر مثل ما قلت نحن أحيانا بتكون خاطئة قراراتنا، خاصة إذا كانت مبنية على عاطفة، إذا حدا عاطفي شوي بتلاقي العقل بغيب. فاليوم قد إيه مهم نحن يكون مفهوم اتخاذ القرار عنا واضح جدا، يعني نحن نقدر نميز بين إنه الصح وإنه الغلط. هلا بداية نحن وقت بنتعامل مع الأعمار الكبيرة مع المراهقين بيختلف عن الأطفال. وقت أنا بعلم مراهق أو فرد بالغ بيكون أنا عم بعلمه العملية كاملة اللي هي عملية إدارية وهي عملية تفكير مركبة بتنطوي على مجموعة من المراحل اللي بتختلف عن مهارة اتخاذ القرار اللي أنا بكسبها للطفل. يعني أنا ما بعلم الطفل العملية كاملة، عملية إدارية هي، يعني حتى الشركات والمؤسسات أحياناً تأخذ قرارات خاطئة وبتتراجع عنها. فكيف الطفل هي مهارة من المهارات الحياتية اللي فعلاً صرنا محتاجين إلى بحياتنا اليومية، لأنه هذا الطفل بالنهاية رح يصير فرد بالغ وبينحط بالحياة الواقعية وبيلاقي حاله أنه غير قادر على اتخاذ القرار. أهم شيء هو وعي الأهل لهي المسؤولية، كيف بده يكسب طفله أو يتيح له مجال اتخاذ القرار. طيب بأي عمر ممكن يعلموا الأهل أطفالهم حتى يأخذوا قراراتهم بالحياة بشكل صحيح؟ هلا نحن غالبا بنترك الطفل نعطيه كل القرارات نحن وبنقرر عنه حتى ابسط الامور اللي هو يفترض يعطي رايه فيها. بدك تاكل تفاحه حمراء ولا تفاحه صفراء؟ لا خضراء احسن لك. تمام. فيها يعني انا اي بفرض عليه الراي، مع انه هو القرار كثير بسيط، يعني انا ما اعطيته هذا المجال اللي بيخرب لي حياتي او بياثر على حياتي. فأنا ممكن بلش معه من عمر الثلاث سنوات حتى أو قبل، إذا كان الطفل فعلاً بيتميز بالشخصية القوية. هلأ كل الأطفال عندهم قدرة على اتخاذ القرار؟ لا طبعاً، هي الشخصية القوية القيادية تمام، لكن تعليمها وإكسابها بيتطلب التمرين والتدريب أكثر من أمور الشخصية إنه موجودة أو لا. فأنا من عمر السنتين ثلاث سنين ممكن أنا بلش علمه هي المهارة. طيب شو هن أهم خلينا نقول الأساسيات أو النقاط مفروض أنا أنقلهم لطفلي خلينا نقول هي المهارات اتخاذ القرار ليقدر أنه من خلالهم يقدر ياخذ قرارات ولو كانت بنسبة بسيطة أنه صح؟ تمام. هلا انا رح قارن شوي بين العمليه الاداريه اللي حكيت عنها وهي كثير معقده. اول شيء بدي احدد المشكله، بدي اعرف انا كيف بدي اتصرف، بدي احط بدائل، بعدين اختار افضل هي البدائل حسب الظروف والامكانيات المتوفره عندي، بعدين بدي اقوم القرار هل كان صحيح، اتاكد من تطبيقه بشكل سليم. هل يا ترى الطفل قادر على هي الخطوات كلها؟ اكيد لا. لهيك انا بتجه ل مثل ما قلنا مهاره اتخاذ القرار. المهاره كثير بسيطه، اول شيء بدي اعرفه شو هو الصح وشو هو الخطأ، شو السلوكيات الجيدة والسلوكيات غير المقبولة.
هي طبعا من خلال الحقوق والواجبات اللي انا بكون مسبقا معلمتها لطفلي، من خلال لوحه حقوق ولوحه واجبات موجوده بحياتنا. وقت بعلمه السلوكات الجيده والغير جيده بلش معه انا اتحاور بشكل صوت عالي، يعني لنفترض انا بدي انظف البيت ولا بدي احضر اغراض البيت، فكر بصوت عالي انه هذا الوقت هو مناسب لتنظيف البيت ام احضار اغراض البيت. هم الطفل بينتبه وممكن حتى يعطيكي قرار انه لا هون هلا الافضل هيك. انا بقى هلا بدي بلش معه بمناقشه القرار، ليش هذا الوقت هو الافضل؟ وقت بناقش القرار ممكن اذا كان رايه خطا انا بقدر هون اتدخل واعطيه الراي الافضل. بعدين بدي اترك له المجال. نحن اكبر الاخطاء اللي عندنا انه نحن ما بنترك طفلنا يجرب كل الامور، يعني انا بخاف على طفلي انه ياخذ مصروفه، بخاف يضيعه. طب خليه يجرب وياخده، معلش ياخده ويضيعه، لانه المره الثانيه ما رح ياخده، تحمل مسؤوليه اكثر. تمام. لانه انا اول شيء بدي اياه انه يكون عنده ثقه بحاله، ثقه بقراراته، معلش يجرب لو كان القرار خاطئ، بما انه ما في اذى لذاته ولا اذى للمحيط اللي حوله فما عندي اي مشكله يجرب القرارات الخاطئه. طبعا. هي الامور الاعتياديه اللي بيعملها الطفل هي مهاره اتخاذ قرار. يعني انا مو شرط يكون مهاره اتخاذ القرار هي فعلا هي المهاره، انا بدي اللي ورا المهاره. صحيح. اللي هو الحوار الفعال، التفكير الواضح المنطقي، مناقشه النتائج، معرفه مين الصح مين الخطا، هذا الاهم من هي المهاره بذاتها. طيب اليوم الاطفال يعني لما يكبروا بيوصلوا لمرحله مفصليه من حياتهم القرار بس لاهلهم، بنشوف قديش غلط هذا الشيء، وخصوصا يمكن بنلاحظ انه بيلحقون بكل شيء بدراستهم، حتى ممكن يوصلوا لاختيار تخصص جامعي، وهذا كثير بنسمعه اليوم وبنشوفه. تماما، لانه نحن اكبر خطا بنوقع فيه كتربويين حتى قبل العالم، بنحل مشاكل الطفل بدلا عنه، يعني بنتدخل باصغر الامور واكبرها. هلا انا مو مع يعني مو ضد فكره توجيه الطفل، لكن نترك له مساحته الخاصة، يعني مرة أنا بفرض رأيي ومرة هو يعبر عن رأيه، واتخاذ القرار بيعني مشاركة الطفل بالقرار مهما كان القرار. هلأ مثلا نحن بعد شهرين في عنا عيد الأم، فأنا بتجه لطفلي، وكمان الخطأ الأكبر أنه أنا بحط خيارات كثيرة قدامه، يعني بدك برتقال ولا تفاح ولا موز ولا ولا ولا، فهو الطفل بضيع. هون بيضيع. فأنا إذا كنت من بداية عمره لا عم بحدد له خياراته، هو خيارين أكثر شيء قدام الطفل، ممكن ثلاثة، لكن يعني مشان أنا يكون عنده يا أما إيه يا أما لا فقط، يعني ما عنده حلول أكثر من هيك. فأنا هون حددت له مشان ما ضيعه. لما بيكبر لا أنا بدي أترك له مساحة أكبر، طبعا تحت نظري، يعني أنا ما أترك له المساحة الكاملة، لكن معلش يعبر عن رأيه وياخذ قرارات بحياته ويتحمل نتيجة هاي الأخطاء، لكن تحت نظري مع توجيهي. فهو هذا الأهم. دائما الأهل يعني من نابع الخوف والأمومة بتلاقي الأم دائما ملاحقة هذا الطفل، وهذا الجيل يعني هو اللي عم يتخذ القرار، هو اللي عم يربينا بالنهاية. اليوم نحن قدام جيل كتير ذكي يعني وعنيد، يعني قد فينا كثير حالات بتقلك انا قد ما كنت مع طفلي عم بعطيه خيارات وعم سايره وعم حاوره، ولكن بالنهايه قراره هو اللي عم يمشي. يمكن الام اخر شيء بدي اخلها بتقول له خلص يعني اعمل بدك اياه، بس انه خلص يعني. يعني قد ايه هي القصه غلط، يعني قد ايه الام لازم تكون صبوره، وخاصه مع هذا الجيل. يعني اليوم سمعنا شكاوى كثير من امهات يعني عم بيعانوا من نفس القصه، هي عناديه الطفل. شو هن الاخطاء اللي ممكن ترتكبهم الام تسمح لابنها يتمادى بهاي القصه ويروح لاتخاذات القرارات بشكل عشوائي؟ هلا اهم شيء هو التعليم بالقدوه. وقت انا طفلي بيشوفني عم باخذ القرار بوقته المناسب، وخاصه انه في قرارات بتكون بديهيه، يعني بنفس الموقف انا ممكن اخذ القرار، هو بيتعلم بالقدوه. اهم طريقه هي القدوه. ثاني طريقه هي التعليم بالتجربه، انه اترك له مجاله وراحته مثل ما قلنا. قدر له حجم الوقت، لأنه أنا وقت بده يختار نوع الأكلة أو نوع الثياب اللي بده يرتديها، هي يعني بذات الموقف ممكن ياخذ قرار شو الثياب وشو الأكلة اللي بده ياكلها، لكن
قرار حياة شو الرياضات اللي بده يمارسها أو شو الاختصاص اللي بده، هون بقى قرار بده يحتاج لوقت أطول. وقت أنا كمان بعلم طفلي المهارات اللي حكينا عنها والخطوات قبل ما أنا أترك له المجال، هون كمان هذا الصح. الشيء اللي أكبر أنا بوقع فيه، ونحن كتربويين حتى يعني نحن بنحكي وبنرجع بنوقع بالخطأ، طبعاً هي ضغوطات الحياة اللي بتأثر، أنه أنا وقت بيسألني سؤال طفلي مهما كان هذا السؤال محرج أحياناً بمتنع هذا الخطأ. شو السبب طيب هون؟ أحياناً يعني العادات التقاليد حتى الأديان بتحكمنا. لا أنا مع فكرة أنه يعرف المعلومة مني مهما كانت المعلومة يعني حساسة تماماً، أفضل ما ياخذها من مصدر غيري. فأنا وقت بشبع له حاجته وتفكيره بهي الأمور بيقدر ياخذ القرار الأفضل وبيعرف شو الصح وشو الخطأ. طيب هيك بالنهاية رما بتعطينا نصائح مهمة للأهل حتى ينموا هاي المهارة عند أطفالهم؟ أهم شيء أنه نحن نتبع هاي المهارات اللي حكينا عنها بدون ما نضغط الطفل. أحيانا في أطفال ما بيحبوا اتخاذ القرار، بيحبوا يكونوا شوي اتكاليين على الأهل. هون طبعا ما في مانع يعني، لأنه في حياة ممكن الطفل ما بيحب ياخذ قرار، ممكن يعتمد على أمه بموقف من المواقف. يعني أنا نوع وازن بين الأمور، مرة بترك له الحرية ومرة لا بشاركه باتخاذ القرار وبوجهه. أنا مشان ما ربي طفل اتكالي بعلمه هي المهارات. الأهم أنه أنا أطلع لما وراء هذه المهارة، يعني أنا ما بعلمه مهارة اتخاذ القرار لمجرد المهارة، أنا بدي أعلمه كيف يفكر بشكل فعال، كيف حتى يدير وقته، يعرف أهمية الوقت من خلال اتخاذ القرار. إذا كان كتير مصيري بده وقته طويل لحتى خليه يجرب كمان بالحياة، تمام، بعد عملية تفكير طويلة. بينما وقت بيكون قرار بديهي لا ياخده أيمت ما بده، بنفس الوقت ما عندي أي مشكلة اترك له مساحته يعبر عن آرائه وبشاركه حتى باتخاذ القرارات المصيرية بالعائلة، حتى ما يشعر بالندم وما يشعر أنه هو مظلوم على حساب غيره وقت غيره بيبدي رأيه. هي أهم شيء، حتى يتحمل اليوم خسارة النتائج حتى لو كان القرار غلط، فهو هاي التجربة كمان حتعلمه وحتقوي. تماما. شكرا كثير لحضورك وعلى كل المعلومات اللي قدمتيها، يومك حلو. شكرا كثير لك الأخصائية التربوية رامي حمود. يعطيكم العافية. الله يعافيك.